معروف نحن اليوم موجودين بهالإيفنت الحلو هون اللي عملته السفارة التونسية، وبلش الإيفنت تيرا معروف هي افتتحت الإيفنت، ودائما عم شوف فيك بكل الإيفنتات حضرتك. عم بيحسوا انه في هيك مثل عنفوان بالنشيد، عم بينبسطوا، وصاروا 21 لغة هلا عم غني فيهم، وطبعا لما يكونوا كتير مهضومين عم بيدعوني للسفرة، عم بيكون إلي يعني شرف يعني افتتح، وخاصة اليوم حتى لبسنا زي هيدا واحدة من العبايات هيدي اللي لبسناه هون، ويعني في اشياء كتير ارتيزانال حلوة، حبيت الثقافة والاشياء التونسية الموجودين هون والازياء، وحتى الجواهر والمرجان وهيك كان كمان لابسة منهم. هون انت ست هدى مثل ما بتعرفي، بتعرفي بالاتيكيت كثير منيح، بتعرفي بالطبخ، قديه تونس قريبه على لبنان، انت عندك علاقات بكثير ناس بكثير سفرات، نحن موجودين هون في المعرض التونسي، قديه تونس قريبه على لبنان؟ قريبه كثير، قريبه كثير، بالتاريخ قريبه، وبالاشياء وخاصه بالاشياء الفنيه والتراثيه والاشياء الحرفيه. إذا بتلاحظ هلا أنا لابسة عباية لبنانية من شغل مفتاح الشرق، بلاحظ إنه كمان ذات الشيء في حدا على ستاند وراي كمان بترسم عليهم بالإيد للعبايات بشعر تونسي. مثلا هلا تفاجأت إنه كاتبة شعر رابعة العدوية على العباية، مثل ما نحن بنحط من أغاني وديع الصافي أو صباح على الكفتان اللي بتعملهم. كتير قريب، كتير إذا بتجي بتشوف التاريخ بتشوف في كتير حضارات قريبة على بعضها. أنا بنبسط كتير إنه في هذا المعرض نحن مستقبلينه بلبنان، وإن شاء الله مرت الجاي يكون على أوسع وأكبر، لأنه بتخلي العنصرية تخف من بين الناس وقت اللي بتتعرف على حضارة تانية. هذا شيء كتير كتير حلو، بتمنى لهم التوفيق. عملتيها لأنه شفنا من شوي الفنانة تيرا معروف لابسة مثل العباية، بسموها عباية عباية برنوس، كمان برنوس. نعم، بس بدنا نتعرف على اسمك. أنا هيلا ذويب من تونس، حرفية لمارك هي كوفية بيهيلة، نكتب الكاليغرافي باليد المرفوعة. شفنا كل الكفتان أو العبايات اللي عملتيهم كلهم مرسومين على الإيد، ومرسومين على الإيد ومع ألوان كتير حلوة، ومش بس هي رسمة، كاتبة شعر تونسي. كيف جمعت بين الشعر وبين الرسم وبين التياب؟ أنا من الصغرى مغرومة بالألوان، بالخط الجميل، والدي كان يكتب خط جميل، دونك أنا طول الوقت نبقى نعشق في العمل بتاعه. كبرت فيها الحكاية هذه، وليت نكتب باليد، تعلمت الرسم على الحرير، الرسم على الصوف، على القطن، وكتبت بالخط العربي، عجبت كثير الناس وانطلقت الحكاية، وصلنا للبنان وجبت لكم الأشعار المختلفة، الشعر الشاعرين التوانسة، ولا شاعر كما نزار القباني، كما المتنبي، كما رابعة العدوية اللي تقول وإني لو خبأتك في عيوني على طول الزمان لما كفاني. هذه كتبته على العباية اللي لبستها الفنانة تيغا. متى حنشوف أحرف من شعراء لبنانية، كلام لبناني على عباياتك؟ نكتب، لو يقترح علي أي شخص نكتب لأي شاعر نكتب للنسكل. نحن موجودين هون بالمعرض التونسي اللي فيه أعمال حرفية، فيه جولري، فيه لحتى رسمات. نعم.
حسينا بوجودنا بالمعرض قدي لبنان قريب على تونس وقدي تونس قريب على لبنان. خبرنا شوي عن هالمعرض وكيف كانت فكرته. شكرا. فعلا يعني المعرض هذا أردنا أن يكون همزة وصل إضافية تربط بين البلدين والشعبين لبنان وتونس الذي يجمعهم موروث حضاري وتراثي عريق جدا. هذا المعرض يتنزل في الدبلوماسية الثقافية وهو خيار يعني تونسي لتدعيم العلاقات التعاون مع الشعوب مع مختلف البلدان على مستوى ثقافي. إذن هو معرض تراثي حرفي سجل حضور أكثر من 22 عارض وعارضة من مختلف الاختصاصات جاءوا خصيصا إلى لبنان لبعث برسالة محبة وود وتواصل مع الشعب اللبناني الذي نظم أو الفكرة انطلقت من جمعية بتونسي. هي جمعية أهلية في تونس اسمها جمعية بتونسي تعنى بدعم التراث ودعم الحرفيين ومساعدتهم على التعريف بمنتوجاتهم بالتعاون كذلك مع الخطوط التونسية ومع ديوان الصناعات التقليدية في تونس. كما قلت يعني هو رسالة أولا محبة وإخاء ورسالة ثقافية وكذلك فرصة للأشقاء في لبنان للاطلاع على هذا المخزون الثري الذي تختزنه تونس في القطاعات التراثية الذي يعكس عمق الحضارة في تونس أولا وثانيا أن هناك صلات وهناك تشابه كبير جدا ربما يكون يساهم في تدعيم التواصل كما قلت الثقافي والحضاري. اليوم شفنا الارتيزانة الموجودة الأشياء يعني الأشياء الشغل الإيد وهيك أي متى كمان حنشوف نفس المعرض بس يكون فيه أشياء ثقافية كتب أو يعني يكون الناس اللي بيجوا من تونس أهل ثقافة كمان غير أهل فن وأهل رسم وهالشي اللي عم نشوفه اليوم. تعرف البعد الثقافي له أوجه مختلفة يعني هناك الأدب هناك الشعر وهناك كذلك الموروث الحرفي اللي هو جزء من الحضارة وجزء من الثقافة يعني أكيد يعني نرغب دائما في تنويع التواجد وتعزيز التواجد الثقافي في تونسي في لبنان أو اللبناني في تونس. هناك مشاركات أكيد في تونس في معرض الكتاب مثلا الدولي ببيروت بلبنان دائما تسجل مشاركات. هناك مشاركات من شعراء وأدباء تونسيين في تظاهرات نظمت في لبنان. مؤخرا كانت هناك مشاركة مسرحية تونسية في مهرجان الربيع بيروت. يعني هناك مشاركات متعددة. هذا المعرض هو لبنة إضافية في هذا المد الثقافي في هذا الزخم الثقافي الذي نسعى إلى تدعيمه في لبنان. أي متى السفارة التونسية حتاخذ الشباب والحرفيين اللبنانيين تعرفهم على تونس مثل ما اليوم عرفت أهل تونس على لبنان؟ فعلا يعني شكرا على السؤال لأن نحن انطلقنا في تفكير وصياغة هذا المشروع أكيد بالتعاون مع الأخوة في لبنان ومع سفارة لبنان في تونس لتنظيم معرض مشابه لبناني يكون لبناني في تونس بحرفيين لبنانيين. الحرف اللبنانية معروفة يعني بثرائها وبتجذرها في التاريخ ونشهد هذا في كثير من المعارض. هذا المشروع نأمل أن يتحقق إن شاء الله خلال نهاية هذه السنة أو بداية السنة القادمة. وهناك فكرة لجعل هذه المعارض بصفة دورية يعني معرض تونسي لبناني كل سنة بتونس وبلبنان. ساعة السفير أهلا وسهلا فيك بتشكرك على اللقاء. شكرا.